بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم وكم دعونا أن نبلغ رمضان والحمد لله بلغنا والآن ندعو أن يبلغنا التمام وبي... ويبلغنا ليلة القدر والعتق من النيران كم تتصارع أيام رمضان ولياليه وبتمر بسرعه خاطفه زي سرعه البرق علينا سبحان الله مرت فعلا والناس كلها ما بين مرحوم وما بين محروم ما بين اعتق من النار وما بين ينتظر العتق واحنا هنا بنقول ان احنا عايزين نعمل وقفه عشان هذه الايام وهذه الليالي والساعات والثواني اللي باقيه ما تتفلتش من بين ايدينا واحنا مش اخدين بالنا برضو عايزين نعمل وقفه مع النفس احنا كنا فين وبقينا فين حققنا ايه من اهدافنا وامنياتنا اللي كنا حاطينها الرمضان يا ترى قدرنا ولا بنجاهد ولا وقعنا ولا بنتع... بنتعصر في الطريق عايزين نقف وقفة مش فيها يأس مش فيها إحباط مش وقفة تخليني أرجع لورا بل بالعكس وقفه تخليني اصحح المسار وقفه تخليني اراجع اهدافي اللي انا حطيتها واعرف الاسباب اللي خلتني ما انجزها وابتدي اصحح وابتدي اعالج ولازم من هذه الوقفه وقفه صريحه وواضحه مع نفسي وقفه ما فيهاش خداع وقفه بكاشف نفسي بالحقيقه لان ممكن فعلا يتفلت بقيه الاسبوعين دول بدون ان ادري ويمضي رمضان وفي النهايه هيكون الخسران وهيكون الاحساس الندم واحنا قلنا ان ممكن يكون الله اعلم رمضان القادم هيجي علينا ولا لا وكم من الاماني حطيناها والاهداف فلازم لنا من وقفه الوقفه اللي احنا هنوقفها نشوف احنا كنا فين حققنا ايه اللي محققناهوش واي مقامات فعلا بلغناها وخاصه في مقاصد الصيام يا ترى وقفنا فعلا مع الصيام وبدات اشعر ان انا معاملاتي فيها تغيير الصفات اللي انا كنت عايزه اسيبها هل برضو اقلعت عنها الصفات اللي انا كنت عايزه اكتسبها هل الحمد لله قربت منها هل انا عندي قوه اراده اللي هي الصيام المفروض هي هيورثها فيا عشان احقق التقوى هل انا قدرت اوصل لكده ولا كان صيامي هو بس امتناع عن الطعام والشراب النقطه دي مهمه جدا جدا ولازم نقف معاها ونحاسب نفسنا عليها في الاسبوعين اللي جايين ساعه بساعه اظبط نفسي اظبط لغتي اظبط حواري أصب أضبط معاملاتي مع أولادي لما تنرفز أضبط صلواتي عباداتي أصب أضبط كل حاجة فيا بحيث إن أنا فعلا يكون للصيام أثر ترك ولا ما فيش أثر ترك عندي لأن ده اللي هيعرفني فعلا هل صيامي فعلا حققت الصيام حققت المقصد من الصيام ولا كان بس مجرد إن أنا صمت عن الأكل والشرب الصيام أو الوقت عموما هو عمر الإنسان وما بيكون في رمضان بيبقى غالي قوي يا ترى قدرة الشهوات وقدرة الفتن وقدرة المشاكل إنها تسيطر عليا يا ترى المسلسلات أخدتني هل لكم إن أنتوا تتصوروا إن أنا مقرأ مرة بقرأ على مسلسل فحد بيتكلم وبيقول بص يعني الحلقة شافها تسعة مليون تسعة مليون في وقت رمضان ، قعد يتفرج أنا معرفش حلقة ايه ولا مسلسل ايه ولا في ايه والله يعني بس تبقول تسعة مليون يا جماعة ده اللي راحوا يعملوا عمرة في رمضان أكيد مش تسعة مليون تسعة مليون هنقعد على مسلسل في وقت رمضان بالله عليكم لما نقف أمام رب العزة هنقوله ايه على وقت رمضان ده والله يا جماعه في يوم القيامه هنبقى كلنا بنتلمس حسنه من اي حد حسنه واحده عشان ننجو يقوم ربنا سبحانه وتعالى مدانا بين ايدينا كنز نغرف منه الحسنات انا اضحي واقعد على يعني مسلسلات وحد اقل على برنامج كده سخيف مش عارفه اسمه نسيت اسمه الحقيقة يعني مقالب بيجي كل سنة يا جماعة مش احنا مش احنا ابدا تجار الآخرة غير التاجر الشاطر في الدنيا بيدرس الموضوعات وبيدرس المشروع اللي هيعمله وبيعمل عليه يعني حسابات دقيقة جدا وبيتعب وبيروح ويجي ويسهر ويسافر عشان يحقق أكبر ربح فما بالكم تجار الآخرة غير تجار الآخرة ما بيفرطوش أبدا ورأس المال هو العمر هو الوقت هو ده تجارتي بيه أنا بتاجر برأس مالي بعمري وخاصة بوقتي في رمضان يبقى دي أول وقفة هنوقفها مع نفسنا برضو من من النقاط اللي عايزين نقف معاها وكنا قايلين ان احنا هنغير نفسنا وهنتغير فيها ونحن في رمضان ده هنكون شخصية تانية وهنحاول نصنع من نفسي إنسان جديد إنسان يتوافق مع كتاب الله عز وجل نسخة لكتاب الله بتمشي على الأرض هل ممكن نمشي على الطريق ده؟ يا ترى وصلنا مع القرآن قريبا من ذلك؟ بدأنا الطريق؟ يا ترى صاحبنا القرآن وقلنا الصحبة هي الشيء الوحيد أو الصفة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها في كل الأحاديث تبقى هي متعلقة بالعلاقة بيننا وبين القرآن وبين كلام الله وبين كتاب الله عز وجل يا ترى في تغيير وأنا بقرأ الألفاظ ولا المعاني بقى وصلتني؟ والمعاني بقالها أثر على الجوارح ولا لأ؟ يا ترى حسيت إن كل آية بتكلمني؟ ان كل ايه من كلام ربنا هي رساله ليا هل انا حسيت بكده والله يا كرام يعني احنا في حاجه الى القران في الدنيا في الاخره يوم الفزع يعني القران يوم الفزع شوفوا اسمه يوم الفزع يوم صعب أوي واضح هو اللي هيجي يقول انا صاحبك انا القران أنا صاحبك القرآن يعني قد إيه الواحد لما يكون في يوم أو في موقف أو في مكان كله أحداث صعبة ومحتاج وغريب فيه أكيد هيكون محتاج حد يقف معاه حد يجي يقوله أنا معاك ما تخافش أنا هدافع عنك هو اللي هيحاجج ويتشفع لك ويقف يحاجج الله عز وجل عشاننا قد إيه إحنا في حاجة إليه قد إيه إحنا محتاجين كل آية منه تصحبنا وتؤنسنا وتحفظنا وترشدنا وتعلمنا وتوجهنا يعني أنا مش هقول إن إحنا بين يوم وليلة نقدر نتغير بس بقول يا ترى المعاني دي وصلنا فيها بدأنا نحققها حسينا بيها إحنا اتكلمنا برضو عن جزئية القرآن دي وكلنا انها مهمة جدا ونكملها ان شاء الله في الحلقات القادمة برضو من النقاط اللي كانت مهمة معانا وصاحبناها وتكلمنا عليها وقلنا ان احنا هنرفع شعرها وهي آية من القرآن والأحداث الحالية اللي احنا بنعيشها الأزمة المؤلمة اللي قلوبنا كلها بتدمي عشانها ان احنا هنرفع شعار انما المؤمنون اخوة يعني انا عامله ايه في احداث غزه عامله ايه في احساسهم بالجوع بعدم الامان مفيش بيت يقويهم مفيش طعام مفيش شراب مفيش مفيش اي حاجه حتى مفيش احباب في اطفال لوحدهم يا حبايبي من غير امهاتهم ومن غير ابائهم في واحده شفتها يعني على وشك المخاض وهي لوحدها كده ولا معاها هدوم ولا معاها اهل ولا اي حاجة ولا لها حد في الدنيا وقاعدة جالها المخاض وقاعدة بتبكي يا ترى احنا يعني حاسين بيهم ما تقولوليش ان التسعة مليون اللي قعدوا مشاهدات دول حاسين بيهم ما تقولوليش اللي بيتفرجوا على برامج المسابقات يعني انا قرأت نقد عليه فظيع جدا حاسين بيهم لا يمكن لا يمكن القلب يجتمع فيه ابدا حب الخير والايمان والاحساس ده اصل بيقول انما الايمان انما المؤمنون اخوه يعني كل ما يرتقي الانسان في ايمانه كل ما اخوته مع المؤمنين تزداد مش اخوه نسب ولا اخوه مصلحه دي أخوة معقودة بعقد الله عز وجل معقودة بالإيمان وكل ما يرتقي الإيمان تلاقي الأخوة أعلى وكل ما الإيمان أعلى تبقى الأخوة أوثق هي العلاقة ماشية مع بعضها سبحان الله عايزة تعرفي إيمانك قوي اعرفي تفاعلك مع إخوانك ومع أهلك المسلمين في كل مكان إحنا مش بيربطنا بيهم يعني مثلا الحدود دي نسيها إحنا دينا احنا اسلامنا احنا قراننا بيقولنا لنا ان احنا انما المؤمنون اخوه يا ترى بنتهنى باللقمه بنفتكرهم ساعه ما بناكل بنقول يا رب طعمهم واحنا بنشرب ساعه الفطار هم عطشه الله اعلم بيتسحروا ايه وبي وبيفطروا على ايه سبحان الله على ما يا ترى بنفتكر ونقول يا رب يا رب رويهم يا رب طعمهم يعني اقل شيء وانا لحظه ما باخد حاجه ادعي وانا بنام في مكان حلو ومرتاحه وبيت مقفول عليا لازم ادعي ساعتها برضو يعني ساعات ما بنتكلم كده بيقولوا العجز ومش قادرين وكده فوالله انا تذكرت عبد الله ابن ام مكتوم هو مش كان عاجز بس اراد انه يحارب وقال لهم أنا مش بشوف ادوني الراية أهو أي حاجة بس لازم أشارك ولازم أعمل أنا مش هخاف حتى لو حد جاي عليا أنا مش شايفه فأنا هفضل ماسك الراية كسر عجزه وحاول يدور على طريقة الصحابي اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أريد أن أطأ بعرجة الجنة يعني العرجة اللي فيه مش هتمنعني عجزي مش هيمنعني يعني أنا أكلي أقسمه بالنص حتى الفلوس أبعت لهم أي شيء أشوف اللي أنا أقدر أخده من نفسي أخده الدعاء دعاء المضطر دعاء الغريق اللي بيتشبث لو حد لينا تعبان مريض كانسر أو أي مرض خطير يقولوا بس يعني ربنا يسلم أحبابكم جميعا هيقعد ازاي هيبقى سعيد هيبقى متهني حاسس باللقمة يا ريت ان احنا نوصل لك هي دي بقى معنى الاخوة فان شاء الله ربنا يكرمنا نت يعني اللي وجد في نفسه انه انجز يحمد ربنا ويسأل ربنا الدوام ويسألوا إنه يبلغوا العتق ويبلغوا ليلة القدر واللي قصر لا اوعي نفسك مثلا تجيب لك احباط وانت مش, مش هتقدري ده التانيين دول حاجه صعبه انت ابدا ابدا ربنا ما كلفش الا اللي نقدر عليه ما كلفناش فوق طاقتنا ابدا بس جهدي واثبتي وقفي واصمدي واطلبي بقى بكل تذلل بكل تذلل وافتقار لربنا سبحانه وتعالى انه يثبتنا ويثبتنا على الحق ويعقلنا على نفسنا ويخلينا نهزم نفسنا واحنا قلنا ان نصر الامه مش هيجي غير من انتصاراتنا الصغيره على انفسنا لما نحقق النصر الصغير ده الامه ان شاء الله هتنهض وتحقق نصرها على الاقل لو كان ربنا هيكرم ان شاء الله باذن الله ويكون فيه باذن الله نصر ويعني كلنا في شرف المحاوله ما تحش منا الامر وربنا يعيننا جميعا ويكرمنا وعنا على ان احنا ان شاء الله نصوم الايام اللي باقيه كما يحب ربي ويرضى ومش نصوم ابدا طعام وشراب لا الصيام الحق اللي هو مش مرتبط حتى لا بشروق الشمس او بغروبها صيام دائم عن كل ما يغضب الله عز وجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته